السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين حسب يعني بعض يعني وين مواقع وين تكلمت على حقيقة تفاوض الاتحاد السعودي مع الركراكي، وهذه وين حسب يعني صحافة عندنا في المواقع وين تكلموا قال لك من مصادر مقربة من الركراكي وين يكذب هذا الخبر، يكذب هذا الخبر. كيف المنتخب قاضب منتخب عالمي، الركراكي قاضب منتخب مخدوم عالمي، لاعبين اللاعبين كاش مدرب في العالم ما يتمناش يكون عنده خيرات تاع لاعبين كيما هكاش، مع اللي مدرب راه يطور في المنتخب ماشي قد راه يجري دور يطيح وينوض، يعني ما عندوش ناس راهم يدهنوا له بالزيت، لا ما كاش يخدم في خدمته، تروح تهدر شاهدنا بغار ما يقول لك يخدم في خدمته، هو مدرب يخدم خدمته، ما عندوش حاجه زايده ولا غادي يزيدها ولا غادي يدير منها، عنده خدمته يطور المنتخب المغربي، يقعد في البوديوم، يقعد يعني دائما في القمه، يقعد يعني كاش زعاقه. هو بروحو قطع على روحو قال لكم انايا 2024 ما كاشي نوصل دومي فينال ونخسر قال لك نروح ما نقعدش، قال لك انا يعني لوبجيكتيف تاعو المنتخب اللي راه عنده المورال اللي راه عند اللعابه اللي راه عند منا المورال اللي راه عند اللعابه تاع المغرب يعني راه طوب، يعني وين يعني يوم يقارعوا الكوب دي الكوب دافريك ويسيبوها غدوه ان شاء الله كوب دافريك فتعوا يجيبوها نقول لكم يعني راه طوب. وين تحدثت تقارير صحيفة عربية وسعودية عن مفاوضات بين الاتحاد السعودي لكرة القدم يعني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لتدريب الخوض في الفترة المقبلة، وعندما قرر الفرنسي رونار مدرب المنتخب السعودي إنهاء مسيرته مع الخوض والانتقال إلى تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات دون أن يكشف عن أسباب ذلك، يعني وين راح صايك وراح مدرب شاهدنا يعني يلعب لي بارتي وكلش. وبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم البحث عن مدرب جديد لقيادة الأخضر في الفترة المقبلة والتي ستشهد مشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2023 والتي ستقام في قطر. وكشف الموقع 360 المغربي عن حقيقة العرض المقدم من الاتحاد السعودي للركراكي مدرب المنتخب المغربي لتدريب الأخضر في الفترة المقبلة. وأكد الموقع 360 المغربي أن الاتحاد السعودي لم يتواصل مع الركراكي صاحب 46 عام ولم يقم بأي شخص بتقديم عرض له لتدريب المنتخب السعودي، وراه مرتبط مع النادي مع المنتخب، الناس تأمن والناس يكبروا يا ودي ما غادي يروحوا كيما انتم لهنا كيما انتم هنا ملي كنتوا شعب الخطا كلموا يديروا هذو لي باز هذو يعني مارساي عيطت المشرف تاع لهنا في الجزائر عيطت المشرف الاخرى عيطت ما كاش كاع باري منا ما كاش كاع من هذه كاش منها ما كاش منها. هذا عندك منتخب هذا راه مدرب عالمي اسمه توصل كاتريام في الموند ماشي زعاقه باش توصل كاتريام، وشاهدنا اللمسه تاعو اللمسه تاعو امام لا بلجيك خرج زوج دخل زوج مركاو دو بيت اللي دخلهم مركاو دو بيت، يعني تما ما كانش الهضره قليله الهضره قليله. شاهدنا كيفاش غلق يعني غلق على اسبانيا يعني 120 دقيقه بلع عليها اللعب، شاهدنا كيفاش مركا دوزيام ميتو يعني نقولوا نص ساعه التاليه كيفاش بلع الغبره ولا تطير الراولي كونت البرتغال الغبره هو وين يعني وين الغلطه تاعه اللي بدل الخطه امام فرنسا، وخاصه وين نقولوا باللي لو كان لعب سياسي واكراد يعني ولعب بمنظومه دفاعيه اللي دخل بها نهار الاول كوب دي مون نقول لكم كلمه فرنسا ما كانش غادي تلعب يعني كنت ماركا غير البوت تاع غاليزاسيو تاع الكوتيزو اللي ضربت في البرا كنت ماركا ذاك البوت كانت البارتيه تنقلب كانت كلش ينقلب. وشاهدنا وين المنتخب المغربي وين انحقر على بالك عنده دو بيناتي فوالا واحده تاع كيسموه يا ربي تاع بوفالا هذاك يعني خرج اللي عطاه الصفرا بيناتي وزاد صفرا هي نورمالمون بيناتي لا دار كوفرو وعطاه صفرا لبوفالا يعني ما كاش منها هذه ما. وين اشار الموقع المغربي الى ان الركراكي يركز على اهدافه مع المنتخب المغربي
إذ ينتهي عقده في عام 2026 ويستهدف الفوز باللقب البطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتأهل إلى النهائي كأس العالم 2026. وقاد الركراكي المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز يعني غير مسبوق في البطولة كأس العالم قطر 2022، حيث حصل الأسود الأطلس على المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخ العرب وإفريقيا، وفاز على البرازيل. يعني وين أكد هذا المدرب، وين أكد يعني أكدها بلي يودي أنا صح، أنا صح درت تاريخ، ماشي تاريخ تاع لا صح. وين في الكوب دي موند كي يدي كوب دافريك يستاهلها، هذه هي كلام قال على حساب المقربين اللي من قلاب لي في المواقع الناس. قال لك ما كاش منها كاع الناس راح تقول لك الركراكي با يروح راك يا ودي ما كاش منها هذه. وجا سعودي والسعوديه وبغى يلعب كوب دي موند بغى يلعب، نقولوا بلي غادي يروح. هذا مغربي، هذا مغربي ولا قاعد ببلاده، راه يخدم في بلاده راه يصنع فيه اسم البلاد على الشيطان، يصنع فيه اسم الروح ويصنع اسم يعني ويصنع اسم اسم الروح مع بلاده، يعني هو صنع اسمه بلاده صنعت اسم في الكوب دي مونت يا سيما. هذه هي كاش ما سوال حد وما سوال كاع زياده. الناس تهدر، انا تبان لي بلي الناس تهدر وصايك، انا تبان لي غير الناس تهدر وصايك، ما كاش منها كاع سوال امور هادو ما للناس يتخدموا ويظل يدور في اوروبا يصيد، يظل يدور في اوروبا. يظل يدور في اوروبا هو ساعه ولا اللي يدور في اوروبا يسيد في اللعابه. انت تقول لي لا لا كاش من حقها نشوف بها سبحان الله. سيتي لا صاحبي شو بيش تقولنا على البارتي على الشامبيونا واش راح صار يا خويا. انا كيما يقول لك انا شنو نهدر، انا شنو نهدر، شنو نهدر، شنو نهدر. الشامبيونات الشامبيونات تاع الجزائر ولا شكون ولا تاع المغرب ولا شكون، هاك شنو نهدر. هاك تشوف خويا، هاك تشوف خويا، هاك تشوف عندك ما تهدر، خليها كيما وصايك راهم يشوفوا، كل مسؤول راه يشوف خويا. شو بير أهلي أهلي برج الأهلي البرج العالمي قسم في 2020 كان في القسم الاول 2021 قسم الثاني 2022 قسم الثالث 2023 قسم الرابع. هذه الناس اللي ما يخدموش، الناس اللي خلاوهم خدموا لهم داولهم دراهمهم وكانوا يدوا لهم دراهم. انتم ما تعرفوش شكون اللي خلا هذا الاهلي البرج هذه، تعرفوا كاع شكون اللي خلا الاهلي البرج والله لا عارفينها. خلينا الله يسهل عليكم، ما ندخلوش في امور هذو، الله يسهل. بنا سهلة ودو انتو بالكلب غادي يروح غادي يجي غادي بالله بيدير ما يدير ما والو. راك راكي راه في المغرب، راه قاعد في المغرب، راه يخدم في المغرب، يخدم في المغرب، يخدم في بلادها، يخدم بتاعي يخدم في بلادها. شو بيتفرج بارتي يا باريس سان جيرمان ميسي مع بابي يا ولي حية كبيرة. ما تهترش عليهم لعابة كبار، عندك بلي مبابي كون ماركا كون حتى فرنسا دات كوب دي موند كان غادي يكون نابوليون، نابوليون تاع هذا العهد، كان غادي يحبسها، اش تاهي لا ولا، في البولا ماشي في الحكرة ما يحقرش، في البولا ماشي كيما تاوعنا كانوا كاليفا وي كوب دي موند كانوا غادي معصاك.
ديريكت، الناس مارساك ديريكت، هادي هي خويا، على ربي خليه على ربي خلوه على ربي وصايك. تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحة فطوركم.